طيب دكتور سائل بيسأل بيقول هل إذا كان الوالد عنده من المال ما يكفي للطعام والشراب والتعليم لأولاده لسنوات كثيرة، رجل غني يعني، هل يظل بعد هذا الأمر مطالب بالسعي على رزقهم، أو أن وإن لم يفعل ذلك هل يأثم على هذا الأمر؟ مسألة السعي على الرزق من مسائل التعبد، كما قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمسلم لا يسعى على رزقه فقط ليحوز المال، وإنما يسعى على الرزق لينفع الناس، ويسعى على الرزق ليعمر الأرض، ويسعى على الرزق ليعبد الله، ويسعى على الرزق ليوسع على عباد الله من الصدقات والزكوات، ويسعى على الرزق ليوسع على أهله وعياله. فنحن لا نتعامل مع مسألة العمل من الزاوية المالية فقط، وإنما نتعامل معها من الزاوية الدينية التعبدية، ومن الزاوية الحضارية، ومن الزاوية العمرانية، ومن الزاوية الاجتماعية، ومن الزاوية المالية. فكل قادر على العمل ينبغي عليه أن يعمله وأن يتكسبه حتى لو كان غنيا. ولنا في نبي الله داود عليه السلام الأسوة الحسنة، قال صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، يعني ما أكل أحد طعاما قط خيرا يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لماذا داود؟ لأن داود كان ملكا، وسخر له الله الطير والحيوان. فداود عليه السلام كان يستطيع أن يأمر بأن يقدم له من الطيور أو من الحيوانات ما شاء الطعام، لم يكن محتاجا بالحاجة المالية، يعني بالحاجة الدنيوية إلى العمل. غير أنه عليه الصلاة والسلام لم يأكل من ملكه، ولم يأكل من الآيات التي أعطاه ربه إياها، وهي تسخير الطير والحيوان. واختار لنفسه منهج الأنبياء جميعا، وهو أن يأكل من عمل يده. فكان يعمل الدروع، يصنع كل يوم درعا ثم يبيعها ويشتري بها طعاما لأهله، ولا يأكل أبدا إلا من هذه الصنعة التي علمه الله إياها. والأنبياء جميعا كانوا أصحاب حرف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فكلهم تعبدهم الله بأن يعملوا ويتكسبوا ليعلموا أممهم وأتباعهم قيمة العمل كعبادة وطاعة وعمارة للأرض وتنمية للموارد ومساعدة للخلق ونفع للناس وللمجتمع من التكليفات الإلهية لنا معاشر البشر. قال صلى الله عليه وسلم، قال ربنا عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمر، أي وطلب منكم عمارتها وتنميتها وصيانة ما فيها من الخير الذي أوجده الله فيها. وهذا أحد ركني الاستخلاف اللذين استخلف الله بهما البشر في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. فما دام قادرا على الكسب ولا يعطله ذلك عن طاعة ربه ولا يتلبس في شيء محرم، فكتبه وعبده عبادة يتكرم بها إلى الله، ولو كنت مكانه لزدت من العبد، وما زاد من دخلي ومن رزقي ومن مالي أوسع به على الفقراء والمحتاجين، وأنفع به عباد الله المؤمنين، فيتضاعف الأجر بإذن الله.